محاضرة تكييف. الانرجي بالانس. معادلة الانرجي بالانس تهتم بمحصلة الطاقة الداخلة والخارجة من الجسم. الدلتا هي هو معدل الاختلاف بالطاقة أو معدل الطاقة، يساوي لي مجموع القوى الداخلة والخارجة. الطاقة الداخلة كحرارة، الطاقة الخارجة كشغل أو غير أو أي قوة أخرى. هنا عند الجسم كل حرارة تطلع منه شغل إي إن إي أوت، وهنا الإي جنريشن الإي ستار اللي داخل الجسم. القانون العام الإي المحصلة مال الطاقة تساوي لي اي ان داخل الجسم ناقص الاي اوت خارج الجسم زائد الاي جنريشن اللي هي داخل الجسم، يعني الاي ستيدي ستيت اللي عفوا بالستيدي ستيت هاي كونديشن، يعني الحرارة اللي راح ندرسها هي بالستيدي ستيت كونديشن. والكيو المدروس بهذا الحقل هو قانونه، هي نفس الكيو اللي تطلع من قانون فوريا بس القانون مالته يختلف. ام دوت سي بي دلتا تي تي اوت ناقص تي ان. الام دوت هو معدل جريان الكتلة، الام السي بي هي السعة الحرارية النوعية، والدلتا تي هي تي اوت وتي ان. MC دلتا تي هسه اذا عندنا جدار BT1T2 Q convection conduction radiation وفلويد U infinity T infinity T surrounding، هاي المتطلبات مع كل طرق الانتقال. فالقانون العام هو EN ناقص EOUT يساوي لي صفر. انرجي بالانس اذا اعتبرنا انه ماكو طاقه راح عندنا الاي ان ناقص الاي اوت يساوي لنا صفر. الاي ان والاي اوت اذا مجموع القوى كيو كوندكشن كيو كونفكشن كيو راديشن يساوي لنا صفر. راح ينطي مثال، عندنا هذا الجدار تي هالقد تي انفينيتي الاتش الابسلون، راح يجي يطلع القوة الثلاثة الطاقة الحرارية الثلاثة ويساويهم بالصفر. شو يريد هو هنا بالسؤال؟ يريد اولا هذا يحكي عن جسم الانسان منطيك السمك مال الجلد مالته
هي درجة وات درجة حرارة السكن الجلد عندما هي متطلبات وهي متطلبات. فراح نجي نحسبها واحدة واحدة. كيو كوندكشن كونفكشن راديشن. كيو كوندكشن لازم يعطيني سمك الجلد، والكيو مالته الكي مالته العفو سمكه والاريا. الكيو كوندكشن طبعا كيو كوندكشن كونفكشن راديشن سوينا صغر، حول بقى الكيو كوندكشن او حول ذن لهنا راح يساوي لنا كيو كوندكشن يساوي لنا كيو كونفكشن زائد كيو راديشن. منين جاي هاي ليش؟ نرجع لإنرجي بالانس الإي إن ناقص الإي أوت يساوي صفر على فرض إنه ماكو طاقة. إيش راح يصير عندي؟ الإي إن هي الكيو كوندكشن. ليش؟ لأن دي يدخل لها دي تدخل الحرارة منها من هذا السطح اللي هنا. الإي أوت هي الكونفكشن والراديشن، صار الإي أوت كونفكشن راديشن والإي إن كيو كوندكشن. حنجي كوندكشن يساوي لنا لازم نطلع الكوندكشن اللي هو الكي، لأن كلهم بيهن اريا 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 ناقص كي اي اتش اي وابسلون سيجما اي، لأن من الاطراف من الاطراف ينحذفن يبقى هذا كي تي ان تي اس على ال اتش اس انفينيتي اتش اس سراوندينج او الابسلون سيجما. من هاي العملية هو يريد درجة حرارة السكن اللي هي هاي وهاي وهاي، نطلع عن المشترك يطلع لنا هاي المعادلة، نعوض بها طلع تي اس. نفس العملية نعيدها للجزء الثاني.